ومباشرة إلى المملكة العربية السعودية من مدينة جدة، حيث ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، بعد التحية، يعني أبرز ما جاء في بيان جدة الخاص بالقمة العربية 32؟ تحياتي إليك زميلي محمد. إعلان جدة لم يصدر إلى الآن بشكل رسمي، ننتظر إعلانه بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الجلسة المغلقة التي تدور حاليا. هذا المؤتمر الصحفي سوف يتلو خلاله الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الدولة الرئيس للقمة العربية في دورتها 32، بحضور ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. ولكن وردت إلينا تسريبات من أهم بنود هذا الإعلان، إعلان جدة الذي من المنتظر أن يؤكد يعني على عدد كنت من ما القضايا أسألك عنه على هي مسودة البيان الخاص بإعلان جدة. صحيح صحيح، مسودة البيان من المنتظر أن تشمل عدة نقاط ربما في صدارتها التأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تزال هي القضية المركزية للعرب. إعلان جدة سوف يعيد التأكيد على الخيار الاستراتيجي للعرب والذي اتخذ في قمة بيروت عام 2000 بأن الأرض مقابل السلام، التأكيد على الحقوق الفلسطينية التاريخية، والتأكيد على دعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على كامل الأراضي قبل 4 يونيو عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية. ودعا أو سيدعو البيان أو الإعلان إلى مواصلة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حلحلة القضية الفلسطينية بإحياء مسار المفاوضات والمباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومن المنتظر أن يدين الإعلان الاعتداءات الإسرائيلية السافرة في حقوق الشعب الفلسطيني مؤخرا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. من المنتظر أيضا محمد أن يعيد الإعلان إعلان جدة تأكيد التزام الدول العربية بضرورة حل الأزمة في السودان. ومن المنتظر أن يشكر الإعلان الجهود العربية في هذا الصدد، تحديدا الجهود المصرية والجهود المملكة العربية السعودية والرباعية العربية لحلحلة هذه الأزمة بما يضمن مقدرات الشعب السوداني ووقف نزيف الدماء. من المنتظر أيضا محمد أن يشير البيان إلى كل من الأزمة في اليمن وفي ليبيا، وأيضا يدعو إلى دعم لبنان الشقيق في هذه المرحلة لسد الفراغ الرئاسي، وأيضا البناء والتنمية عبر تدشين خطط للتنمية المستدامة في لبنان. نتوقع حسب التسريبات التي وردت إلينا محمد أن يتضمن البيان أيضا التأكيد على أهمية وضرورة التكامل العربي على الصعيد الاقتصادي والتجاري اتساقا مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الثاني، بضرورة إقرار عمليات التنمية المستدامة في الدول العربية وتفعيل أطر التعاون العربي من جهة وبين بنوك التنمية الدولية ومؤسسات المانحة الدولية في هذا الصدد لدفع وتعزيز عمليات التنمية المستدامة التي دشنت وأطلقت في العديد من البلدان العربية. البيان أيضا من المنتظر أن يدعو إلى استثمار الطاقات العربية الاقتصادية والثروات الاقتصادية العربية من خلال دفع التعزيز والتنسيق بين الدول التي تمتلك خبرات اقتصادية عريضة في هذا الصدد، وبين الدول التي تملك ثروات طبيعية اقتصادية غنية في عدد كبير من القطاعات الحيوية والهامة. ورد إلينا أيضا أن البيان سوف يشير إلى مجالات جديدة من الاقتصاد التكنولوجي والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، ويدعو من المنتظر إعلان جدة إلى استثمار هذه الموارد والثروات الطبيعية بالانفتاح على الخبرات العالمية في هذا السياق. الحقيقة محمد دعني أشير هنا إلى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب التي استبقت هذه القمة ومن قبل هذه الاجتماعات
اجتماعات، كانت هناك اجتماعات امتدت لمدة أسبوع على صعيد المجلسين الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين. هذه الاجتماعات التي استمرت لنحو الأسبوع قبل انطلاق فعاليات هذه القمة رفعت توصيات أو مشاريع قرارات بلغت نحو 32 مشروع قرار. هذه القرارات أو مقترحات المشاريع بمعنى أدق هي موضع أو محل للبحث والنقاش الآن في الجلسة المغلقة التي تدور فعالياتها منذ نحو النصف ساعة. سوف يتم بحث هذه المشاريع القرارات والتوقيع بالموافقة عليها أو على جزء منها ليخرج إعلان جدة في صورته النهائية، والذي سوف يتضمن قرارات وليس مشاريع قرارات بعد موافقة السادة من الزعماء والرؤساء وقادة الدول العربية المشاركين في هذه الجلسة المغلقة، ويتم الإعلان عنه كما أشرنا عبر مؤتمر صحفي بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. نعم محمد، على يعني من المسودة مسودة إعلان جدة نقرأ أن القادة العرب يعني استطاعوا تفادي القضايا الشائكة والوصول إلى الهدف الأساسي من قمة جدة وهو تصفير المشاكل العربية. إلى أي مدى لمست هذا الأمر من خلال تواجدك في أعمال القمة العربية 32 بجدة؟ يعني محمد، منذ متابعتنا لاجتماعات وزراء الخارجية العرب قبل يومين وإلى هذا التوقيت نشعر وندرك تماما بأن هناك زيادة في الوعي بالمخاطر وأهمية وخطورة ودقة التوقيت الذي تدور فيه هذه القمة والذي تتعرض فيه المنطقة العربية للعديد من التحديات السياسية والجيوسياسية وأيضا الاقتصادية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. ولذلك احتلت هذه البنود أو احتل هذا البند تحديدا صيانة الأمن القومي العربي أغلب المناقشات التي دارت على مستوى وزراء الخارجية العرب، وأعاد إلى الأذهان يعني حقب ماضية من الماضي تأثرت فيها المنطقة العربية بتحديات سياسية وأمنية باتت يعني تمثل تحديا إضافيا إلى التحديات الاقتصادية وأيضا تحديات الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة، ما دفع المجتمعين على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع توصيات أو مشاريع قرارات للقادة والرؤساء العرب لإعادة رسم خارطة طريق عربية للخروج من هذه الأزمات بما يضمن صيانة الأمن القومي العربي. وأشار يعني أشارت هذه الاجتماعات إلى أهمية منع التدخل الأجنبي في يعني سبل حلحلة وتسوية هذه الأزمات، الأمر الذي يمنع من تعقيد هذه الأزمات والتأكيد على الحلول العربية للأزمات والمشاكل والقضايا العربية. نتوقع أن يضمن أو يتضمن إعلان جدة التأكيد على هذا البند تحديدا وهو منع التدخلات الأجنبية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأيضا يشير أو نتوقع أن يشير في هذا الصدد من جانب آخر إلى ضرورة دعم وتعزيز المبادرة الدولية والإقليمية المبذولة في إطار حلحلة هذه الصراعات خاصة على صعيد الأزمة في كل من السودان وفي ليبيا وفي اليمن. نعم محمد، علاء، يعني طبقا أيضا لمسودة إعلان جدة أن القضية الفلسطينية تصدرت بداية هذا الإعلان أو المسودة حتى هذه اللحظة، ومن ثم هل هي إشارة إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية العرب الأولى، وأيضا إشارة إلى الجهود المصرية التي تتبناها مصر للعمل على حلحلة وإبقاء الهدنة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي والبناء على هذه الهدنة ربما إلى مفاوضات سلام تنهي هذا الصراع؟ نعم محمد، هذا بالفعل حاضر وبقوة في هذه القمة تحديدا، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاضر اجتماعات هذه القمة سواء الجلسة الإعلانية أو الجلسة المغلقة التي تدور الآن. من المنتظر
كما أشرنا التأكيد الإعلان إعلان جدة عن أهمية حلحلة وتسوية هذه القضية التي استمرت لعشرات من السنين، و يعني توحيد الجهود العربية على مستوى المحافل الدولية لدفع وتعزيز الموقف الفلسطيني المفاوض على الأرض مع المفاوض الإسرائيلي أو فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني نتوقع الإشادة بجهود المصرية للحفاظ على الهدنة بين الجانبين، والجهود المصرية أيضا لترتيب البيت الفلسطيني أو مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. تجدر الإشارة هنا محمد أنه كانت قد جرت عدة لقاءات ثنائية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من الرؤساء وقادة الدول لإطلاعهم على الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. لذلك نتوقع أو ننتظر أن يكون هذا البند القضية الفلسطينية تحديدا هو على صدارة البنود أو القرارات التي سوف يحملها إعلان جدة والذي سوف يخرج بعد قليل عبر المؤتمر الصحفي الذي أشرنا إليه. هناك أيضا في الأوساط السياسية والإعلامية إشادة بالدور المصري في هذا الصدد، وتحديدا الإشادة والإشارة إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة والتي تصدرها ذكر القضية الفلسطينية وتأكيد السيد الرئيس على أن الموقف العربي هو الخيار الاستراتيجي الذي تبنته الدول العربية بأن السلام مقابل الأرض، وتأكيد سيادة الرئيس على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والموقف المصري والعربي الموحد إذا هذه القضية بإعلان دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. تصدر هذه القضية كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقى إشادة من الحاضرين على المستوى السياسيين أو على مستوى الإعلاميين الذين يغطون فعاليات هذه القمة، بالإضافة أيضا إلى الإشادة بالبند أو إشادة بالمفهوم الذي أشار إليه السيد الرئيس بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ بالتالي على مكتسبات الشعوب العربية في المنطقة، خاصة وأن المنطقة تواجه تحديات داخلية وتحديات إقليمية وتحديات دولية، ليس فقط تحديات مرتبطة بحالة الأمن والاستقرار وإنما أيضا تحديات اقتصادية فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية. وتأكيد السيد الرئيس على ضرورة صياغة موقف عربي أو خارطة طريق عربية لضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقوي العربي لتقليل حدة الخسائر من هذه الأزمة، وأيضا إشارة السيد الرئيس لمبدأ الحوكمة الاقتصادية العالمية لدفع التعاون بين الدول العربية التي أقرت مشاريع للتنمية المستدامة من جانب، وبين مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات المانحة وبنوك التنمية الدولية في هذا الصدد بطريقة تضمن سرعة استجابة هذه الأطراف المؤسسات وبنوك التنمية المانحة للتغيرات السياسية والجيوسياسية التي خلفتها عدد كبير من الأزمات، سواء الأزمات الأمنية في المنطقة أو الأزمات الاقتصادية عالميا. نعم محمد، أشكرك جزيل الشكر الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة جدة السعودية.